هل قدرتي من خلال شهر رمضان تابعتي اعمال تانية؟ شفتي طبعًا. حاجات تانية؟ لان اعتقد فالنتينو كنتوا مخلصينه قبل رمضان. احنا كنا مخلصين في شهر واحد. في واحد كنتوا. ده انت من حظك يعني ما اضطرتيش تنزلي في الكورونا الحمد تصوري. لله رب العالمين. الحمد لله. نعمة وفضل بجد. طبعا. بس طبعا كان قلبي مع كل الممثلين اللي نزلوا يصوروا في الظروف دي، وطبعا كان غصب عنهم، ده في تعاقدات وفي التزامات وفي ناس فاتحه بيوت، فطبعا كان ظروف صعبه قوي يعني. الحمد لله احنا كنا مخلصين من بدري. إيه السؤال كان ايه بقى؟ انا برغي كتير قوي، ايه اللي انا بعمله؟ لا إيه؟ السؤال كان تابعتي اعمال تانية في شهر رمضان، ايه اللي عجبك، ايه اللي لفت نظرك؟ يعني خالد سرحان كان عامل دور رائع في خيانة عهد. انا ما للاسف ما اتفرجتش على المسلسل كله، انا اتفرجت على حاجات لخالد من كتر ما تقال ان خالد عمل دور حلو قوي. اتفرجت على الحلقه اللي بيموت فيها ابن يسرى، بس ما قدرتش اتابع كله لان كنت متابعه اوريدي حاجات تانية. انا اتفرجت على في كذا حاجه عجبتني، بس شفت طبعا ميت وش. عجبني جدا جدا، نوع جديد من الكوميديا، وكاملة كانت عاملة شغلة حلوة قوي، آسر ونيلي، وكمان بقى الأدوار التانية، الأدوار الجديدة، الممثلين الجداد حاجة عظيمة بصراحة. اتبسطت بالمسلسل ده جدا. عجبني قوي 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 الفتوة حقيقي، حسين المنباوي يعني إخراج رائع. اسلام عبد السميع عمل صوره ما حصلتش فيها دبث، وفيها الممثلين هايلين. ياسر جلال فظيع، يعني ياسر جلال من الناس اللي انا بحبها قوي كممثل، احنا اشتغلنا مع بعض، وانا بحبه على المستوى الشخصي والانساني، لانه هو حد بيحس بزمايله قوي وشاطر قوي، بيحب يرفع اللي قدامه. فياسر عامل شغل حلو قوي، ومسلسل ده على كل المستويات، صورة وتمثيل وإخراج هايل. البرنس مع ان انا ما بتابعش حاجات لمحمد رمضان قوي، بس انا اتشدت لكل العناصر الحقيقة. التمثيل كان هايل، الكاستنج كان تحفة، محمد سامي عامل ورق حلو قوي، الحوار يشدك. طبعا روجينا واحمد، روجينا هو احمد زاهر عملوا شغل حلو قوي، فتحي وفدوى. يا عمري يا عمري يا عمري وعجبني قوي الحقيقه ادوارد عمل كذا دور السنه دي في كذا مسلسل، ده حقيقي حلوين قوي، بقى في نضج وبقى في نوع بقى في حته تانية. اتفرجت على انا ابتديت انسى الاسامي المسلسلات. كان مين تاني؟ بتاع ياسمين صبري اسمه ايه؟ فرصة تانية. شفت فرصة تانية. وشفت بتحاولي تتابعي يا داليا دايما بحاول الاعمال. والله بحاول على قد ما اقدر. حسيتي رغم الظروف الصعبة جدا اللي مرت في الوقت اللي كان فيه التصوير بتاع رمضان والكورونا والازمة دي، بس رغم كده المسلسلات السنة طلع فيها تنوع كبير يعني جداً. كان عندك الفتوة، ده جانر مختلف، النهاية حاجة بالزبط. مختلفة خالص يعني التنوع ده كنا مفتقدينه اعتقد. لا والله في الكام سنة اللي فاتت كان في تنوع في كل حاجة يعني، كان في الدراما والكوميدي والاكشن، بقى في حرص ان يبقى في كل اشكال وانواع الدراما اللي تليق مع اذواق ناس كتير. يعني ممكن حد ما يحبش الحاجات القديمه، يعني انا ما احبش الجو القديم مثلا بتاع الفتوه، بس اتشدت له. ليه بقى؟ عشان اتعمل بشكل جديد، اتصور بشكل جديد، الاضاءه معموله حلو، فعناصر العمل شدتني ان اتفرج على حاجه من زمن قديم. رجعنا شويه للحاجات بتاعت استاذنا الكبير نجيب محفوظ. طبعا. زي التوت والنبوت، الافلام الحاجات بتاعته دي بالجد. كان هو الحاره الشرقيه يعني، هو الحاره المصريه. واحمد صلاح حسني عجبني قوي برضو في المسلسل، كان عامل دور حلو. كل الناس كانت شاطره، والجو ده معمول بشكل بقولك الاضاءه ظهرته، الاخراج، لا بجد.